ساعة دلوقتي 8، بقالي 8 ساعات صايم، بس الصيام في الشتا صعب قوي، مش عارف ايه، حاسس ان انا بقالي 18 ساعة صايم، فاخش افطر ونعمل بقى ايه، الكاليسون العنب. طبعا انت مش فاهم انا بتكلم في ايه، شوف الفيديو اللي فات بتاع الجريلين هرمون وهتفهم كل حاجة. نرجو حطيت مية كتير فشخ. صوت عامله ازاي؟ ودي اللحظة اللي بتكسر فيها صيامك عزيزي المشاهد بحاجة مسكرة، بتحس ان انت كده ايه، في منتهى السعادة، وما تفهمنيش غلط. طبعا دي الكيت كات كوكي دو، عملتها 5000 مرة، وممكن اصرفها لك على الشاشة. ركزوا يا شباب في اللي بيطلع على الشاشة من فوق، ابوس ايديك. بص بقى يا باشا، هتجيب هنا بالصلاة على النبي كده 170 جرام او 180 جرام دي ابيض زي ما انت شايفه كده، وهتنزل بقى ايه في صينية كبيرة. لكل اللي لسه مش فاهم انا بعمل ايه يا جدعان، انا هعمل كاليزون، حاجه زي بيتزا كده او فطاير بس بتبقى مقفوله. هننزل يا باشا بملح، وبعد كده هننزل عليها بخميره زي ما تقول معلقه صغيره كده، وهنشيل شويه صغيرين مقدار مثلا 20 جرام كده على جنب، مهم جدا 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 هتعرفوا ليه قدام. المهم هتجيب ميه دافيه، وبعدين هتعمل حفره في النص كده، ايوه، وبعدين هتبتدي تنزل بقى بايه بالميه سنه سنه، وهتبتدي تقلب كأنك بتعمل أسمنت بالصلاة على النبي كده. برنس، قلب 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 شوية شوية، هتلاقي الدنيا بدأت تمسك معاك وبدأت العجينة تتشكل. اديها تقليبة كمان. بص، ما تفضلش تحط مية خالص أو مية كتيرة يعني، علشان في الآخر خالص هتلاقيها لزقت منك، ولو لزقت منك هتضطر إن أنت تحط دي أكتر، وهتستخدم الدي اللي إحنا لسه شايلينه على جنب، وده مش وقته دلوقتي خالص. كمل تقليب، انزل بشوية مية لو الدنيا لقيتها ناشفة قوي، ايوه، ولم كده العجينة معاك. انت ممكن تستخدم الفود بروسيسور او اللي هو حاجة شبه الخلاط، مش الخلاط طبعا عشان ما تتفشخش انت واتفشخ انا، بتحطه في الفود بروسيسور وبتحط المكونات كلها بالتدريج، وبعدين بتضرب منك كل العملية اللي انا عملتها ديت في 10 دقايق بالكتير. بصوا العجينة اتلمت اهي معانا، وبعدين بقى دي اسمها مرحلة التكوير. تمسك العجينة كده زي ما انت شايف، وبعدين هتشد وتقفل من تحت، هتشد وتقفل من تحت، ده علشان تريليس الجلوتين اللي موجود في الدقيق، وعشان تخليها كده ايه، إلاستيك كده وزي بتاعت المطاعم. ايوه، اديها تكويرة. طبعا احنا في الشتاء، فانت لازم تغطي العجينة بتاعتك ديت على الأقل ساعة، وده بقى الدقيق اللي انا شلته على جنب هنستخدمه قدام. طبعا انت هتستخدم فوطة محترمة، مش هتستخدم كلوت المطبخ، كلكم عارفين. هنشيلها في الفرن، ممكن تسخن الفرن شوية، وبعدين هنروح بقى نعمل ايه، دلع دلع، هتبوم بالعيد. هنقطع بقى شوية بصل كده زي ما انت شايف، ونشيل الراس، وبعد كده هنقطع شوية طماطم نشيلهم على جنب بقى كده. وبعد كده عندنا 200 جرام صدور فراخ، انا كنت شايل منهم الدهون، لا ما كنتش شايل منهم الدهون، هشيل منهم الدهون يعني، ايوه. بعد كده هنقطعهم شرايح صغيرة. ولو خدت بالك بقى عزيزي المشاهد، ان انا هعملهم على النار من غير ولا جرام زيت. هتقول لي ليه الزيت مش مضر؟ هقول لك طبعا، انا بوفر الزيت ده بالصلاه على النبي 5 جرام اللي حلتي علشان استخدمهم على العجينه. المهم هتنزل بالخضار بتاعك وشويه ملح الهيمالايا، شايفين شكله عامل ازاي يا جدعان؟ الاحمر اللي فيه ده من الحديد على فكره، انا قلت اطحنه بقى علشان ايه يعني، لو حطيته كده على الفراخ مش هيدوب خالص. المهم افضل بقى اقلب يا باشا. وطبعا صديقك الصدوق في الوقت ده هو الميه، اول لما تلاقي الدنيا بدات تلزق في الطاسه وطي شويه وحط ميه. طبعا عشان لزوم الدلع، مستردة وهوت صوص زيرو كالوري، ده بالسويت تشيلي والسعرات بتاعته يا جدعان بجد، شايفين يا جدعان، شايفين العظمه. نعملها بقى ايه، سويت اند ساور، يعني حادق وفي نفس الوقت مسكر. دلع دلع اقسم بالله، نص نص ليمونه، ايوه زي ما انت شايف كده، وكان ينزل بكيس سكر واحد بس. ده ممكن تستخدم عسل، بس العسل هيزود معاك سعرات فمش ناقصه يعني، احنا بنحاول نقارن السعرات بقدر المستطاع، انما لو انت بتعمل بالكينج اديها ما ترحمهاش. طلعنا بقى يا باشا العجينه بتاعتنا زي ما انت شايف كده، وبعدين بقى نستخدم ايه، ال 20 جرام اللي احنا شلناهم على جنب. انزل بقى يا باشا، ودي مرحله اسمها مرحله النيدنج العجن يعني. هنسلم الراي بقى للشيف ميجو بقى، واتفرج يا باشا، وهات ورقه وقلم يا ست الكل وورايا. تبدأ تبطط بقى كده بالمنظر ده، وبعدين تلمها عليك وتزق، تلمها عليك وتزق، تلمها عليك وتزق. خلاص يا عم عرفني، اقسم بالله. لا بأكد عليك بس، ايوه زي ما انت شايف كده. بعدين هتفضل تعمل الحوار ده مش اقل من 10 دقايق، هي مرهقة شوية، تبقى تمرين لوحدها. طبعا زي ما انت شايف بتلاقيها بتاكل معاك او بتشرب
الدقيق، فانت ممكن تستخدم الدقيق من اللي انت شايله برنس. الخمسة جرام بقى اللي احنا شلناهم يا باشا وما استخدمناهمش من الفراخ نستخدمهم هنا، بيبقى ليهم دور مهم جدا خصوصا وانت بتعمل الكاليزون، ان العجينه بتاعتك تبقى الاستيك ومطاطه كده وتحفه. هوريكم شكلها في الاخر عامله ازاي، تبقى خفيفه وطريه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها جدا زي بتاعت المطاعم بالظبط. المهم هنفضل نعمل عمليه النيدنج بروسيس ديت 10 دقايق ولا حاجه، وبعد كده هنقطع العجينه بتاعتنا من النص علشان ديت هتعمل لنا 2 كاليزون، وبعدين هتقعد تكور. كور يا باشا، اديها ما ترحمهاش، افضل كور لحد لما تحس ان العجينه بقت متجانسه معاك كده. وبعد كده هتجيب بقى ايه اسمها دي، النشابة باينة ولا مش عارف اسمها ايه، هنشب واحدة واحدة، انا مش عارف اسمها نشابة ولا اسمها ايه والله. نقعد نبطط كده، طبعا هتلاقيها بدأت تلزق معاك. نبتدي نستخدم برضو من الدقيق اللي احنا شايلينه على جنب برنس. انت بقى لو مشلتش الكمية ديت هتلبس في الحيطة في الوقت ده، فانا بديكوا خبرة السنين. ها اشترك بقى في القناة، ابوس ايدك. طبعا يا جدعان عشان اكل الاثنين كاليزون دول اللي هم تقريبا 180 جرام من الدقيق، انا عايز اقول لكم انا كنت صايم تقريبا 8 او 10 ساعات وجمعت الوجبات كلها بتاعتي في وجبتين اتنين بس. لو ما شفتش الفيديو اللي انا كنت بتكلم عليه في اول الفيديو روح شوفه هتفهم انا بتكلم في ايه. افرد يا باشا افرد، هتلاقيها بقت معاك طريه. وبصوا يا جدعان العجينه عامله ازاي، خف في الريشه ما بتلزقش ولا اي حاجه خالص. الفكره هنا في النسبه ما بين الميه وما بين الدقيق. افرد، ايوه لو زودت ميه بقى هتلاقيها لزقت معاك، وهتستخدم ال 20 جرام اللي احنا شلناهم على جنب دول، وهتلبس في الحيطه بعد كده عشان هتضيف عليهم تقريبا الضعف. بصوا من تحت عامله ازاي، حاجه كده وهم. جبت بقى جبنه موتزاريلا اللي اسمها المدينه دي، الكيس ده ب 90 جنيه بس تقريبا 900 جرام حاجه كده. ايه دلع الدلع. انزل بقى بالسويت شيلي هوت صوص على الجنب. انا جوعت قوي الصراحه عشان انا الفيديو ده مصوره من بدري، بس فكرني بالذي مضى. افرد بقى كده يا باشا، ايوه بعد كده هات الفراخ بتاعتنا اللذيذه، وهننزل بنص الكميه عشان زي ما قلت لكم احنا هنعمل 2 كاليزون. انزل يا باشا سويت اند ساور، كانت حاجه ايه لوز العنب. وبعد كده بقى ايه هنعمل هنجيب الجبنه، هات الجبنه دول 100 جرام هنستخدم نصهم على دي والنص التاني على الكاليزون هي التانيه. وزع وزع ودلعني دلع، حاجه عظمه اقسم بالله. انت بس لو فهمت الدايت صح وفهمت السعرات الحراريه وفهمت جسمك اقسم بالله الدنيا دي بالنسبه لك هتبقى ايه دلع، كل يوم مغامره. ايوه بعدين بقى هنعمل ايه، نقفلها. شطور، خلي بالك بقى لو حاجه باظت منك كده من الجنب زقها لجوه. لا مؤاخذه يا جدعان انا جوعت فشخ الصراحه. نقفلها بقى كده، ايوه ايوه شد، ايوه ايوه. وبعدين هتبتدي تدوس على الجوانب بايدك الاول، وبعد كده هتجيب شوكه وهتبتدي تضغط. طبعا انا كان ممكن احط بياض بيض، انا هحط بياض بيض بس انا المفروض كنت احط بياض بيض في النص عشان تمسك اكتر، بس هي كده ما اتفتحتش مني، البيضه ما كانش عايز تتكسر مش عارف في ايه. وبعدين هتلقف يمين وشمال. طبعا انت لو عندك سعرات تسمح ان انت تستخدم الصفار، الصفار كده كده فيه بروتين وفيه حوالي 4 جرام من دهون، انا ما كانش يسمح فهستخدم بيض البيض بس، وهتدي لك نفس الطعم التحفه. استخدم بيض البيض علشان تقفل الجوانب. وبعد كده هتجيب الفرشه اللي انا بوظتها وحرقتها وحطيتها على النار بقت عامله زي اقول لك زي ايه، زي الحصيره. المهم هتقعد تبرش كده الوش بتاعها ده، بقى عايز اقول لك هديها شكل وطعم بني كده، يعني هتشوفوا بنفسكم عامله ازاي. ادهن يا باشا ادهن، لوحة فنية اقسم بالله. وزع عليها كلها بالتساوي، وطبعا لازم تحط بقى ايه حبة البركة. يا دلع دلع، طبعا مش كتير عشان حبة البركة ديت فيها زيوت صحية وفيها سعرات، فما تأفورش يعني هي رشة بس كده تجميلية وخلاص. بصوا يا جدعان بصوا، يعني انا راضي ذمتكم ده دايت، واستنوا بقى لما تتفتح من جوه عاملة ازاي وتشوفوا بقى الوزاويز. الله الله، يعني شيف ومصور واونلاين كوتش وكوميديان وبعلم انجليزي، الله اكبر عليك يا ابني والله. البيضه طبعا اللي انا ما كملتهاش عملتها وكلتها بالمنظر الغريب اللي انتوا شفتوه ده. بصوا يا جدعان بصوا في الفرن عامله ازاي، يعني انا عايز اقول لكم في الفرن ما كملتش مثلا 25 دقيقه اعتقد، ولعت عليها من تحت وبعد كده ولعت عليها من فوق عشان طبعا زي ما انتوا عارفين ان الفرن بتاعتي عتيقه.
ربنا يا رب يديها الصحه وينتهى بالسلامه. بس بجد اقسم بالله يا جدعان حاجه عظمه العظمه. خلاص يا عم بصوا كده الموتزاريلا اللي صحتها تحت بقى دي اوف اوف اوف. طلع واحده بقى كده عشان انا خلاص. ايوه اقطع اقطع وريني. يا لهوي 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 يا لهوي. افتح بقى كده من الجنب. ايوه 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 اوبا. لا 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 الصلاه على الصلاه. يا لهوي يا جدعان يا لهوي يا جدعان. انا عايز اقول لكم اصلا انتوا لما تشوفوها قد وشي مرتين تقريبا الكالزونيه الواحده. الصلاه على النبي عليك الصلاه على النبي. ايه الحلاوه اقسم بالله. اخ طبعا مع بيبسي دايت. كنت بتفرج ساعتها على كاسا دي بابيل حسيت ان هي بتاعته مش عجباني او البص... يا لهوي عجبنا الموزاريلا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طبعا هنا لازم احنسكم شويه معلش يا جدعان يعني انتوا عارفين ان انا لازم احنسكم. بصوا قد ايه بجد اقسم بالله كبيره فشخ. وبعديها بقى بيومين ثلاثه جت في دماغي كده اعمل حاجه زي البيتزا بس بصوص حاجه زي النوتيلا كده حاجه كده سيكريت. ممكن احطها لكم في كتاب الطبخ بتاعي ان شاء الله باذنك يا رب على اخر السنه دي يكون خلص كده وتسنجف وهتشوفوا حاجه عظمه اقسم بالله. هيبقى فيها كميه اختيارات مفيش حد في الوطن العربي عمل الحركات اللي انا عاملها ديت باذنك يا رب. بس يا اخويا ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب يا اخويا الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وترزعوا ام اللايك اللي تحت وتشتركوا في القناه تعبتونا. كان بقى لنا كتير قوي واقفين على 21000 اعملوا شير خلوا غيركم يستفاد. ما تنسوش يا شباب اي حد بيتعامل مع بيور اورجانيك منتجات بيور اورجانيك العبد لله جايب لكم خصم 5% والله العظيم ما واخد منهم جنيه. يلا عشان انا بحبكم. في خصم كمان 10% للملابس الرياضيه جولمود كلوث اللينك بتاعها هيبقى في صندوق الوصف. واخيرا اللي عايز يتابع معايا اونلاين هسيب رقم الواتساب في اول كومنت واثبته. شكرا شباب ان شاء الله اشوفكم الفيديو ده جاي. بيس. امبارح انا عملت كاليزون امي بقى النهارده تعمل ايه فطير. دي بقى لا يمكن تدخلها في الدايت صح يا ماما؟ هي دي اللي تنفع في الدايت. هي دي اللي تنفع في الدايت. ايه يا ماما ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتقول لي اقعد كل اكل. ايه يا ماما؟ ايه المنظر ده؟ ايه ده والله؟ حاجه تعمل فيها كده ليه يا حاجه؟ انت حر انت اللي مانع نفسك. مش كده يعني انت عاملها بطن زيت وطن. لا مش بطن. لا قليل سمنه بلدي قليل. بصوا يا جدعان بصوا يا جدعان المنظر. عرفت انا بعرف اخبز من مين؟